السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا تهضر بزاف على هذا الغلط اللي وقع ليا، كان تيسحب ليا تنسجل ولكن الغالب الله. المهم البنات، غنقول لكم المقادير: 2 كيلو تاع اللوز، كيلو تاع الجنجلان، كيلو تاع كاوكاو، زلافه ديال النافع، زلافه ديال حبه حلاوه، جوزه وحده، جوج معالق ديال القرفه، معلقه ديال المسكه الحره، كيلو ديال السكر كلاصي، نص وكيلو ديال العسل، قبيصة الملح والزيت على حساب العجينة ديالكم. يعني أنا دالي هادشي كله يطرو تاع زيت العود، ماشي المجهد، زيت العود العادي يعني اللي نقدو يعني نطيبو به. المهم البنات، طريقة: خديت 2 كيلو تاع اللوز، قسمتها كل كيلو بوحدو. الكيلو الاول البنات غسلته وخشيته في الفران، غمسحته ما درتش ليه الماء. الكيلو الاول شديته وخليته بقشورو وخشيته في الفران يتحمر. الكيلو الثاني درت الماء يطيب ولحت عليه اللويزات، نقيتهم وقليتهم في الزيت، زدت عليهم كيلو تاع الجنجلان، حمرته وطحنته وحطيته في القصريه كي تتشوفوا. زدت عليهم البنات الكاوكاو حتى هو مقلي ومطحون، تنطحن كل شيء البنات حتى تيوليو بحال تيخرجوا منهم الزيوت. هاد زدت عليهم القرفه، زدت عليهم معلقه ديال الماء الزهر، زدت عليهم المسكه الحره معلقه كبيره، زدت معاهم الجوزه، طحنت كل شيء وحطيته في القصريه وبديت تنخلط. كي تتشوفوا دابا وكي تلاحظوا معايا، انا تنحاول نبسبس العجينه ديالي، ومن بعد بشويه بشويه تتجمع ليا وتطلق ليا مزيان في يدي، عاد باش نبدا البنات نزيد. الا كانت ناقصه حلاوه تنزيد العسل، الا كانت ناقصه يعني سلو ديالي ناشف تنزيدوا الزيت، تنزيدوا بشويه بشويه هكا باش تعرفوا الجهد ديالكم. يعني كاينين الناس اللي تيبغيوه ناشف، كاينين الناس اللي تيبغيوه ميدم، انا البنات تنبغيه بين وبين. يعني كيفاش بين وبين؟ يعني نقد نحطو يتكال بالمعلقة عادي، ونقد نصوب بيه شكيلات، يعني نديرو في قالب ديال الحلوى كي غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. تبعوني بارك الله فيكم، وفي نفس الوقت ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي وتشتركوا باش يدخلكم باش يوصلكم اي جديد، وديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. انا مستمره في التخلاط ديال السليلو ديالي، انا تنقول ليه سليلو، تنخلط بشويه بشويه، وفي نفس الوقت عيني ميزاني تنشوف العجينه ديالي فين وصلت، واش خاصها الحلاوه، واش خاصها الزيت. المهم انا قبل ما نزيد اي حاجه، لا زيت لا عسل، خاصني نخلطها مزيان، فهمتوا؟ واحسن طريقه انا تجيني سهله، بانني كي تشوفوا القصريه عندي صغيره وداكشي بدا يطيح ليا. البنات انا جا القصريه منين حطيت عليها راني مسحها بالخل. هانتوما كي تتشوفوا معايا شتو اللوز كي داير، هذاك راه غير لوز، اللوز اللي ما مقشرش. ونسيت نقول لكم البنات، 2 كيلو تاع الفورس نسيتها، سمحوا لي. هاد المقادير كلها اللي قلت لكم في 2 كيلو تاع الدقيق. الدقيق البنات يمكن لكم ديروا الفورس، ويمكن ديروا اي نوع من الدقيق نتوما تتبغيوه وتتحبوه. يعني انا البنات انا هنا في ايطالي ما لقيتش هذاك القمح بحال ديالنا اللي ديال المغرب، ماشي القمح، القمح. درت الفورس، ودابا باش تاخذوا الفرينه راه مشكل هنا صافي. المهم ما علينا، نرجعوا لموضوعنا. هانتوما ما تتشوفوا البنات، انا مشيت دابا نزيد الزيت، نجيب القرعه تاع الزيت، لان هنا سلو ديالي باقي كان خاصو
يتزاد ليه الزيت. ها انتوما كي تتشوفوا انا زدت هنا يطرو، ماشي تا يطرو، راه نسيطرو هادي بيرو. من بعد انا زدت واحد شويه اخر، يعني يطرو يطرو تاع الزيت. ها كي تتشوفوا، وهذا الزيت هذا صحي، راه ماشي هذاك الزيت الحار اللي تيخلي المراره. انا الولاد عندي، البنات عندي، الوليدات ما تيبغيوش ياكلوا ليا سلو، ولكن منين وليت نديرو بهذه الطريقه هذه تاعت الوالده تاعت الحاجه، ولاو تياكلوه ليا، وتنزيد نديرو اليوم على شكل قوالب. هانتوما غتشوفوا في الاخر الفيديو. المهم ما علينا، هانتوما شوفوا الطريقه. يعني هذاك الزيت البنات خصو ضروري ضروري يدخل بين الاقامه كلها، باش ما يبقاوش ليكم الكتل ديال الدقيق في السلو، راه لبقات راه تتغمل. ضروري تعجنوه وتعجنوه مزيان مزيان. شو البنات كي تنقول لكم، انا العجينه القصريه ديالي صغيره، انا نقطعت من الفيديو لانه طويل بزاف، ما بغيتش نكثر عليكم نطول عليكم الفيديو باش ما يجيكمش ممل، حتى نحاول نقتصر رغم ان الطريقه سهله ماهله ما تحتاجش لشي حاجه. هانتوما بشويه بشويه انا تنجمع او تنمسح حتى الجوانب ونحك القصريه ديالي باش كل شيء تخلط ليا. عذبني في كتافي لان صراحه تيبغي الخدمه، عذبتني القصريه، القصريه صغيره وما شاء الله راه غارقه، راه غارقه. ها انتم كي تشوفوا البنات كلشي هذاك الشيء اللي محطوط في البنيده راه غسلو واللوز والمقادير. ها انتم انا تنحاول نجمع العجينه كلها، العجينه سليلو كله باش نبقى ندلك فيه. دابا غندخلو للطريقه ديال شتك شتك. هنا ما كاين غير الشتف البنات، ضروري شوفوا الطريقه، ضروري شي كي تنتبان ليا شي حاجه تاعت العجينه تاعت الدقيق للفورس، راني دقيق الفورس جوج كيلو محمره في الفران، حمراها البنات. ها انتوما شفتوا هذوك هما اللي تنقول لكم الكتل ديال الدقيق تيبقاو مكورين، رغم انني راني مغربله الدقيقه البنات، مغربلاه. شفتوا انا زدت واحد تقريبا جوج كيسان وجوج كيسان ديال الدقيق، ثلاثه الكيسان تقريبا كاع، يلا ثلاثه الكيسان بالحساب بالقياس المقاد، ثلاثه الكيسان باش غنبدا نجمع، لان ما تنساوش العجينه راه باقا ما مجموعاش، خاصكم تخلطوها باش تعرفوا الحساب ديال الزيت اللي غتزيدو. انا البنات تنفضل الزيت، كاين اللي تيبغي الزبده، انا تنفضل الزيت تيجيني صحي وخفيف، هذا اللي تندير انا خفيف، يعني زيت العود ديال الاطفال، ولكن راه المذاق البنات ما نقولش ليكم. البنات ها انتم كي تتشوفوا معايا، هانتوما البنات تنحاول نشوف واش السلو ديالي غنقد نجمعو اولا لا. شتو وفي نفس الوقت الحمد لله والشكر لله، يعني بين وبين، يعني السليلو ديالي طلع هو هذاك، ما ناقصو لا دهون لا عسل لا زيت لا حتى حاجه، يعني القياس هو هذا. يعني غنحاول دابا انني نجمع العجينه ديالي باش غنوريكم انا فين تندير هاد السليلو. انا البنات السلو ديالي صراحه تنديرو
كي غتشوفوا معايا في هاد القريعات هادو. لا بالعواشر هادي شتو، كنحاول ندكسو باش ما يبقاش هذاك البرد لداخل، ومنين نبغي البنات غناخذ قياسي نجبدو نشكلو كي بغيت، ولا نحطو هكا كيما كيف يعني الطريقه القديمه تتحطيه في الطبيصلات صافي، اولا تشكلوه على الطريقه ديال شي قالب ديال الحلويات كي غتشوفوا معايا هنا. البنات الفيديو قرب على النهايه، عمرت القريعه ديالي دروك نعاودو معاكم، عمرتها مزيان وغتشوفوني سديتها سده ما نقولش ليكم باش ما يوصلوش ليها الدراري، حيت غير يساليه ليا البنات. المهم انا راه شاط ليا الخير وما نقولش ليكم، راه كلاو منو علم الزينه توجا. البنات ها انتم غتشوفوا معايا، شتو كي تنورك على القرعه باش يدخل سلو مزيان، خليش ليه فين يدخل البرد اولا شي حاجه، هو قد ما تغطى البنات قد ما احسن، حاولوا تخليوه مجموع راكم عارفين دابا مع الصيف. المهم البنات انا غنسكر على نسد القريعه ديالي بالسلوفان مزيان وندير لها الغلاقه ديالتها وغنحيدها ان شاء الله لنهار رمضان، لان ما تبقى مسلو راه تبقات ليا شي 3 كيلو ولا 4 البنات، خليكم معايا ما غدوش ان شاء الله من لهنا لاول رمضان. البنات هذا هو الشكل الفيديو في الاخر ديال السلو ديالي بالطريقه اللي درتها وزينتها ب بالويزات. هذا حطيتو للدراري، ما تنساوش تبارطاجيو القناه وهذا انا كملت وديروا لايك وتشتركوا وكتبوا لي التعليقات، لا بانت لكم شي ملاحظه اولا شي حاجه جميله بغيتوا تقولوها اولا شي تعليق يعني ممكن ما كاين حتى مشكل، مرحبا بكم. تنتمنى نكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا، تنتمنى لكم السعادة والتوفيق. وها هو الشكل الأخير ديال السلو ديالي وغنذوقو أنا الأولى. بسم الله، ها هو بسم الله بسم الله، ديروا لايك ورمضان كريم يكون عليكم بالصحة وبالسلامة، وبس ما تمنيتو إن شاء الله هالبنات بالتوفيق للجميع، الله يسهل الجميع، دخل عليكم هاد العواشر بالصحة والسلامة. في الفم البنات جا رائع وتبارك الله عليكم، تنشكر كاع اللي تيدخلوا القناة ديالي وتيديروا اللايك وتيشتركوا باش يوصلهم أي جديد وتيبارطاجيو الفيديوهات ديالي وتكتبوا لي ميساجات. بوسة كبيرة من عند أختكم حنونة شانيل 2021، مرة ثانية رمضان كريم، رمضان كامل كريم، دخل عليكم بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة، وان شاء الله نتلاقاو مع البريوات والشباكية، ونبارطاجي معكم كاع اي جديد طريقتي انا عزيزة عليا الشباكية وفي البريوات. الى اللقاء البنات، رمضان كريم بالتوفيق ان شاء الله.